خوتنا الزبائن تاعنا، مرحبا بكم، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا صافا، ان شاء الله تكونوا لاباس. طولنا عليكم في هذا البريود، بيان سور كانت بريود تاع عيد، مع السلعه كانت شويه مازال ما دخلتش. كما قلت لكم السلعه راهي دخلت، دخلت الصيف سخانه، وراهي دخلت بضاعه تاعها، دخلت سلعه مليحه بزاف كالعاده، كما موالفين معنا. بيان سور بضاعه تكون حاجه بيان، حاجه مليحه، سواء فاريتي في لي موديل ولا لي كولور. منطولوش عليكم، نعطيكم بيان سور لي موديل اللي دخلونا، مع بيان سور راهي زاد جايه ريفاج هاد اليومين ان شاء الله، تاني زيد تدخل سلعه. حطينا لكم شويه بيان سور باه الناس تكون على علم باللي رانا بدينا. بيان سور بدينا وبدات كما نقولوا الخدمه مع الصيف، سلعه الصيف عندنا سلعه بزاف، كاين دي روب، كاين دي سونسون، كاين عفايس بزاف بزاف، ممكن كاين عفايس بزاف تاع سولد، كاين سلعه. الوقت كما راح يكون خاوتنا، بون نبداو لكم بسم الله. كاين هذا الموديل راه دخل بيقوى، موديل باهي بزاف، كاليتي باهيه بزاف، راكم تشوفوا مع الشورت ريبوش تاعو، راكم تشوفوا حاجه باهيه في لي كولور. بيان سور كيما راكم تشوفوا الكولور، كاين في جون، كاين في نوار، كاين هكذا، كاين لي كولور تاني، كل حاجه جبنا الكولور. عندنا كاين الموديل هذا تاني لبس تات سات في لي كولور. بيان سور هاهم ليك هذا الموديل، فوالا عندنا نبداكم هكذا خير بالترتيب هذا، منخلطوهاش على رواحنا. هاهم ليك الموديل، شوف الشورت تاعو، في الشورت خاوتي كيفاه داير تاني الشورت تاعو، حاجة باهية فيه الكولار. عندنا هذا الموديل تاني ثروة بياس بالشورت، فوالا حاجة باهية في الكوتشي فيات، تلبس بيان سور نورمالمون تلبس بي بي 6-24 موا. فوالا هذا راني نعطي لكم في المانكا. عندنا هذا تاني بالجيب، حاجة باهية تاني طروا بياس، فوالا فيها دو كولور لا طروا كولور. عندنا هكذا تاني، فوالا نعطي لكم هكذا باش تبان لكم مليح كيما راكم تشوفو، فوالا الشورت تاعو، شوف الشورت كيفاه داير، حاجة باهية بزاف فيه لي كولور. فوالا عندنا هذا تاني حاجة باهية بزاف فيات 6-24 موا، هاوليك الشورت تاعها كيفاه داير، فوالا سلعة صيافي، حاجة باهية بزاف بزاف، سوا كاليتي سوا لي موديل، عفايس باهيين بزاف كيما راكم تشوفو. هاذي هيري كولر تاني تاعها باهيين، الشورت كالعادة حاجة باهية، لي بوش تاعو جيوب وفيها لي كولر. هاوليك فوالا كاين هكذا تاني حاجة صيافي تاع بحر. بيان سير رانا مقبلين كيما نقولو على البحر، موسم الاصطياف راهو بدا ان شاء الله مع السخانة هذي. كاين هكذا فيهم ليكولار خاوتي، اي حاجة فيها ليكولار كالعادة. هاوليك هذا تاني، عندنا هكذا تاني خاوتي بالبونتاكور، من بري تاعو بري باهي بزاف بزاف، هذا يلبس 5 وي بونتاكور جين. نعطيكم من الحوايج اللي عندنا تاع السولد بري مليح بزاف، هاوليك هكذا بونتاكور جين. عندنا هذه تاني بالشورت بري مليح بزاف، هذه طرو موديل، هذا وهذا وهذا، هذو بريات مليح بزاف بزاف. هذه تاني نعطيكم في المانكا، هاتيها باهية تلبس من 4 سنين حتى 8 سنين، عندنا موديلات من 8 سنين حتى 12 سنة. جايين لي كولور خاوتنا، فوالا عندنا هذه تلبس من 8 سنين حتى 12 سنة، الموديل هذا بالفيزو تاعو بيان سور، هاذيك حاجة باهية فيها لي كولور، فوالا كاين هاذي. نجيب خويا السولد، راه كاين موديلات بزاف تاع السولد، هاذيك الحيط هذا كامل سولد، الحيط هذاك اون فاس راه كامل سولد، وكاين هادو منا راهم سولد، هذوك اللي تحت راهم سولد، عندنا حوايج بزاف سولد. مرحبا بك خويا، دوك نعطيهم في اللايف، دوك نعطيكم شويه شويه في اللايف. كاين هذه تاني حاجه باهيه بزاف فيها لي كولور خاوتنا، تلبس كبيره تاني من ويت من دوز، راه شوف الكولور شكون تاعها الكبيره. عندنا هذا تاني، هذه حاجه باهيه تاني بزاف، تلبس كبير من ويت للدوز. وعندنا هذه حوايج خفافي، حوايج باهيين، مام خوتنا كالعادة الكاليتي نخدمو الكاليتي بيان سور، تجيبو حاجة كاليتي، ماذا بينا الناس كامل تحب كيما نقولو تحب كاليتي. عندنا كاين هذه تاني،
هذه نورمال مو بتجيب حاجة باهية بزاف. بسم الله. أنا هذه تاني الأخت مريم محل راه في العلمة نبيعو جملة بركة. يعني خويا اياد راه كاين لي زون كاين يعني نعت في اللايف شوف اللايف كونكري راه كاين لكن كاين هذا كاين هذا كاين هذا او ديك الموديل هذا خلاص هذا كواليتي بزاف باهي كما راكم تشوفوا خويا الشحال كواليتي باهي بزاف بزاف. عندنا هذا عندنا هذا ثاني في الاولاد كاين هذا في الاولاد فوالا عندنا فيه كونتيتي عندنا فيه فاريتي وزاد جاي السلعه بين سير راه معيطوا لي راه زاد جات السلعه هكذا خاوتنا. اخ اياد الكادي مازال ما في الوقت الحالي مازال ما عنديش مازال ما عنديش في الوقت الحالي كاين كيما هادو يلبسوا 5 ويت هادوك ريات ملاح 5 ويت كما كتشوفوا خاوتنا السلعه راه كاينه وكاين فاريتي. مرحبا بكم عندنا لي روبجين كالعاده لي روبجين راه مبريات ملاح بزاف بزاف كما راكم تشوفوهم ليك لي موديل كاين بالبوشيت كاين سامبل كاين بالغينه تاعها فوالا حوايج باهيين بزاف بزاف هاهم ليك كاين كاين بالساكود تاعها ربي يحفظك خويا اياد مرحبا بك المحل كالعاده في العلمه طوال اوتيل الراطو ظهر اوتيل الراطو خاوتنا لي روب هذا تاني بريات ملاح بزاف بزاف كاين هذه بسينكويت كاين هذه بري مليح بزاف سينكويت تاني حاجة خفيفة صغيرة كاين هذه بري تاني مليح بزاف هذه كاين هذه تاني ندير لكم فيها بري مليح بزاف عندنا هادو تشوفوها كاين هذه كاين فوقانيين هذوك دي روب باهيين بزاف بريات ملاح خاوتي ندير لكم بريات ملاح فيهم عندنا في لي روب هذا تاني كيما راكم تشوفو بالبونيت الشابو تاعها حاجة باهية حاجة صيافي مليحة بزاف شوف اللاريا تاعها كيف مخدوم فوالا عندنا هكذا كاين هكذا كيف كيف الشابو هذا كامل الشابو حاجة صيافي باهية وكولاراتها مليح كولارات كيما نقولو تاع صيف فوالا هاملك تشوف الموديل فوالا عندنا في ليرو بيبي تاني هادو راهم كاينين هادو البورتكوش تاعهم حاجة صيافي باهية تاني فيهم لي كولار ومهم البري تاعهم راهو مليح بزاف بزاف والريقلو خاوتنا ما كاش مشكل مرحبا بكم كامل راهي كاينه بون نروح لكم شويه الحوايج تاع السولد حوايج بري مليح بزاف بزاف راهو سولد خاوتي بريات راهم سولد هكذا باش الناس كامل تكون جينا كسمه اللي فاتت كنت نبلع اخ نجيب ربي يحفظك خويا مرحبا بك ماذا بينا الناس كامل تكون راضيه على المحل تاعنا تكون راضيه على المعامله تاعنا وبيان سير رضا كامل تكون في السلعه تكون مليحه وتعجبكم ان شاء الله كنا مبلعين الاخ كلباك العيد و بيان سير دينا سمعنا نورمالمون سمعنا ونص سمعنا ونص هكذاك سامحونا برك كون عيط لي برك بالك كون تقريبا نفتح لخويا ما كاينش مشكل بون خاوتنا كيما قلت لكم السلعه هذه راهي سولد راهي سولد هكذا سولد تاع سولد كاين عندي في الروبة هذه تلبس 6/24 مو عندي في هذه تلبس كبيرة 9/12 عندي هكذا كاينة هذه كما راكم تشوفوا فيها الدخول فوالا عندنا هذا تاني حاجة صيافي بري مليح بزاف بونطاكور قوة فوالا هذه سولد عندنا هذا الموديل سولد كاين هذا الروبة بري هايل بزاف كاينة هذه كاين هاد لونسومبل كاين هادي بري ماشي سولد تقريب باطل من الاخر بري تحير هكذا كاين هاد لونسومبل فوالا سمعتلكم شويه سلعه مادا بينا الناس كاينه هادي الروبا قوه خاوتي مام البري مليح بزاف هادي تاني مليحه بزاف البري مليح كاين هكذا كاين هادي بالبلغينه بري هايل عندنا كرونيار تاني بري مليح عندنا الموديل هذا اونسون بري مليح بزاف بزاف هذا كيما راكم تشوفوا بري مليح بزاف فوالا في البونطاكور السبته تاعو بري ما تاعوش من الاخر عندنا هذا الموديل ثاني يلبس كبير في البونطاكور كاين هذا
هذه خوتي راه مبريات سولد كامل. ملي بديت لكم كلمه سولد وانا في لي موديل تاع السولد. هذا سولد راكم تشوفوا البنطالون تاع بونتاكور تاعو. هذا بونتا شوفي كاين الموديل هذا كيف كيف بريم ليه بزاف بزاف راه سولد. كاين هذا عطات لي سيري ولا زوج بالشابو تاعها شورت شابو شورت جين حاجه باهيه وبريم ليه. بون عندنا هذا كما راكم تشوفوا اللي يحتاج لي فوتو تاع هذا الموديل تاع السولد راهم كاينين الفوتو بروفيسيونال. شوف كيف تلبس حاجه باهيه راك تشوف الشورت تاعها قوه بالجيوب حاجه باهيه والبري كما قلت لكم راه سولد وبري مليح بزاف بزاف. كاين هذه بالشابو ثاني باهيه بزاف عندنا في لاكولير هذه في الفاب هاوليك الشورت تاعها هاوليك الشورت تاعها باهي بزاف حاجه صيافي وبالشابو تاعها بيان سور هاوليك باهي. كاين هذا بري هبال بري مليح بزاف ثاني في بونتاكور تلبس طرواسات كاين هكذا هاوليك هذا كامل بالفونتاكور خاوتي البري مليح ثاني مرحبا بكم. بري راهو سولد تاعهم هكذا شوف الموديل هذا كيف باهي كيف كيف بونتاكور طروا بياس شوميز حاجه باهيه بزاف خاوتي صيافي ومليحه بزاف. المهم البري تاعها مليح. كاين هذا الموديل ثاني هاوليك البونتاكور تاعو بونتاكور فيني مليح حاجه مليحه مخدومه مليحه فوالا. كاين هذه ثاني بالشورت هاوليك الشورت تاعها كان مخدوم حاجه باهيه وبري زين مليح بزاف. كاين هذه كيف كي شورت جيم فيها كولر هذا وفيها في الكولر هذا فوالا حوايج باهيه بزاف خاوتنا. كاين كاين حوايج بزاف كيما الناس اللي تحب تجي حوايج هكذا بالسولد كاين كيما قلت لهم السلعه الاولى اللي نعدت لكم هذه ومازال راهي جايه سلعه نزيدو نطرحوها غدا ولا غدا ان شاء الله مرحبا بالناس كامل. بون كاين تريكو ثاني رانا جبنا تريكو باهي بزاف يلبس من عام حتى 12 ولا 13 هاوليك تريكو باهي بزاف سامحوني. كاين دي موتيف بزاف ولي كولار كاين هذاك لحيتو هذاك وعندنا هكذا ثاني تريكو باهي بزاف خاوتنا من الكاليتي تاعو مليحه بزاف فوالا. هاوليك ريكولار محلنا هكذا خير فوالا هكذا عطيني تشوف وعندنا هكذا تريكو باهي بزاف خاوتنا الكاليتي تاعو قوة ستيل اوم فوالا. هاوليك خاوتنا لي موديل عندنا لي موديل بزاف فوالا ليسونسيال خوتنا رانا كيما نقولو ان شاء الله كونو عطينا لكم قدر المستطاع عطينا لكم ان شاء الله كلش ما خبينا عليكم والو. مادا بينا الناس كامل تكون شافت واش عندنا ومع بيان سور رانا كل ما نزيد نجيبو سلعه نزيد ندير لكم دي لايف ندير لكم نعطيكم دي فوتو نحطهم في لاباج تاعنا كي العاده الخدمه كي العاده. ومرحبا بكم خوتنا ولي نيميرو التليفون راه عندكم والسلام عليكم نتلاقاو في لايف واحد اخر ان شاء الله سلام.